شيف ديليغاسيون ولوز لا ما تحبسوناش الاخوان لا ما تحبسوناش ما تحبسوناش ما تحبسوناش فين هو شيف ديليغاسيون فين هو اهلا وسهلا نقدم لكم هذا الباقة بالورود هرمون المحبة والصداقة شكرا باسم المكون الرياضي المغربي باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفريق النهضة البركانية ندورها نشاركم كل الوسائل اللوجستيكية والملاعب إن شاء الله ونتمنى لكم مقام طيب في الفترة ديالكم بإذن الله ومرحبا بكم مرة أخرى في بلدكم الثاني المغرب مرحبا بكم مرحبا مرحبا بكم مرحبا بكم كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شو تيفي يعني بالورد بالورد تم استقبال يعني بعثه فريق اتحاد العاصمه كما كتشوفوا باعه ورد يعني باللون البرتقالي يعني كما كتشوفوا سعداء يعني بهذا الاستقبال
لمكونات فريق النهضة الريادية البركانية. كما كتشوفوا يعني احترام كبير للباقة ديال الورد. الآن يعني كيتم طبع الجوازات الخاصة ببعثة اتحاد العاصمة الجزائري قبل المواجهة المرتقبة بينهم وبين فريق يعني جميع التسهيلات فهي قايمة بها من أجل تسهيل دخول بعثة اتحاد العاصمة الجزائري إلى أرض الوطن. مرحبا بالإخوة الجزائريين في هذه المقابلة اللي غادي تجرى باقة ورد مسلمة من طرف النهضة الريادية البركانية. كما كتشاهدوا معنا مسؤولين عند الاتحادية أو الاتحاد الجزائري. ترحاب كبير كما كتشاهدوا معنا رئيس البعثة يطمئن على كل العناصر. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، فالسلطات المغربية هي يعني كتقوم باللازم مع لاعبي أو اتحاد العاصمة. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في لحظة بلحظة لحظة وصول فريق اتحاد العاصمة الجزائري إلى أرض الوطن. يعني في جو أخوي، جو يعني كينم على روح الضيافة والاستقبال من طرف الشعب المغربي. كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تي في، فاستقبال يليق بفريق اتحاد العاصمة. كما كتشاهدوا معنا حتى ارتياح يعني ظاهر على مهيئ اللاعبين مشاهدي قناة شوف تي في. وكما كتشوفوا يعني مسؤولين عن البعثة فهما يعني بدون أي مضايقات فهما واخدين راحتهم كيحاولوا أنهم يرفعوا من معنويات اللاعبين. أكيد المباراة
ان شاء الله يوم الاحد فيعتمر اجواء اخويه مباراه كتجمع يعني كما كنقولوا ديربي مغربي بين فريقي اتحاد العاصمه الجزائري والنهضه الرياضيه البكانيه، يعني ديربي مغربي اكيد الجمهور المغربي كما كتشوفوا معنا السيد حكيم عبد الله رئيس فريق نهضه بركان بالاضافه الى السيد عبد السلام بركشور فهما كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي سلام سلام يعني يعني استقبال رائع للبعثة الاتحاد الجزائري كما اكدت قبل قليل للاخوان فاستقبلنا باسم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية واخوان في النهضة البركانية الوفد الجزائري الرياضي والبعثة الرياضية الجزائرية اللي حضرت اليوم في مطار وجدة أنقاد من أجل إجراء مباراة العودة الخاصة بالنصف نهائي الكأس الاتحاد الإفريقي. أكدنا لهم بأننا رهن إشارتهم بوسائل لوجستيكية وبنية تحتية رياضية خصوصا منها مركب الفيدرالي توجد في السعيدية باش يقضيو فيه الحصص التدريبية الخاصة بهم، والمقام ديالهم تمنينا أنه يكون طيب، وحنا قلنا لهم غادي نبقاو رهن الإشارة ديالكم، وهذا ليس على المملكة المغربية بعزيز، بل هذه من شيمنا ومن اخلاقنا ومن واجبنا ومن توجيهات صاحب الجلاله الله ينصره في هذا الباب الذي يريد ان يرى دائما شعبه راقيا وحضريا ويتمتع بسلوك حضري وان يكون دائما في المستوى المطلوب وان يعطي دروس في هذا المجال للعالم باسره. كيفاش يعني العلامات شفنا علامات اجتياح للبعثة الجزائرية يعني بحال انهم جايين بلادهم؟ اكيد العلامات الاشارات الاولى ديال الوفد الجزائري كانت طيبه، والعلم ديال الوفد الرسمي للاداريين ولا السيد الرئيس البعثه ولا كذلك حتى اللاعبين منشرحين فرحين بدخولهم و وصولهم الى مطار وجده نقاد، كانوا يعني عطاو اشارات قويه لانهم فرحانين. كان هذا الحمر والتيل عفوا الحليب والتمر، دائما الاستقبال بالحليب والتمر، وهذه العاده ديالنا والتقاليد ديالنا ونحن اوفياء لها ومخلصين
ونتمنوا من الله يحفظ المملكة الشريفة ويحفظ سيدنا. باسم المملكة المغربية والجامعة الملكية شنو تقول اليوم؟ نقول لهم اهلا وسهلا ومرحبا بكم دائما، وتنقول لهم نتمنى لكم مقام سعيد وطيب في المغرب، نتمنى لهم انهم يكونوا دائما ان شاء الله كذلك متفوقين، ونبغي لهم النجاح كاشقائنا في الجزائر. احنا ما عندناش عليهم شي حقد نهائيا، وبالعكس احنا يعني عندنا روابط تاريخيه جغرافيه اجتماعيه دينيه تجمعنا، تربه كذلك تجمعنا، ومهما تفرق الايديولوجيات الاخرى يبقى الشعب الجزائري يسكننا كذلك، ونحبه ونقدم له دائما اواصر الاخوه والمحبه والتعاون. اكيد اكيد مشاهدي قناه شوف تيفي، فهذه كلمه السيد بلقشور يعني باسم الجامعه الملكيه المغربيه وكذلك باسم المملكه المغربيه الشريفه، فسي اسلام بلقشور، فارحب بعثه المنتخب او عفوا بعثه الفريق الجزائري. اكيد مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نحاول نقربكم، غادي نحاول نقربكم من كل كبيره وصغيره، يعني دائما انتم معنا على المباشر. ما تشوفوش بعيد مشاهدي قناه شوف تيفي، دائما انتم معنا على المباشر لحظه بلحظه، لحظه وصول بعثه اتحاد العاصمه الجزائري قبل المواجهه المرتقبه بينهم وبين فريق النهضه الرياديه لبركان. سعد كما كتشاهدوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي، انتم معنا على المباشر لكل كبيره وصغيره لحظة وصول فريق اتحاد العاصمة الجزائرية لمواجهة فريق النهضة الريادية البركانية يوم الأحد إن شاء الله. فكما تبعتوا معنا كلمة سيد رئيس عصبة الاحترافية وكذلك العضو الجامعي باسم المملكة المغربية في السيد عبد السلام بلقشور، رحب بفعلة فريق اتحاد العاصمة متمين لهم مقام سعيد في المملكة المغربية، كذلك أكد على أن المملكة المغربية وفرت جميع يعني الظروف الإقامة حتى أن المركز الوطني بالسعيدية لكرة القدم فهو غادي يكون هنا إشارة بعثة اتحاد العاصمة الجزائري ليلة المقام هنا بالمغرب. كما كتشوفوا معنا مشاهد كل كبيرة وصغيرة دائما أنتم معنا على المباشر. أكيد أسامة كيف لاحظت يعني وصول بعثة فريق اتحاد العاصمة؟ أنا لم أكن مندهش، أنا عايش في البلد منذ ازديادي، وبالتالي هذا هو شيء من المغاربة من القيم ديالنا العالية، حسن الضيافة، الحليب، التمر، استقبال الضيوف أحسن طريقة ممكنة، وبالتالي بحال اللي قال سي بلقشور الجزائريين أشقاء، الشعب الجزائري ما عنده حتى مشكل معاه نهائيا، ولذلك الاستقبال كان في المستوى الذي كنت أنتظره. تنظن أنه هو اللايف وباش كلمة لرئيس البعثة أكيد أسامة. رئيس البعثة أستاذ جي كلمة بريزيدون سو بريزيدون سيد رئيس شي كلمة الله يخليك
نعم شي كلمه واش كلمه كلمه كيف جاك الاستقبال ديال الوزير ديال الاستقبال الحمد لله الاستقبال حر على كل حال نشكرهم على الاستقبال هذا الاضافه كيف تحس براسك في المغرب حنا المغرب جينا الخوت هنايا وجينا نلعبوا المقابله كما كان الحال هذه هي ان شاء الله شكرا اكيد مشاهدي قناه شوف تيفي كما شفتوا زميل اسامه بن عبد الله السقسا يعني رئيس فريق اتحاد العاصمه كما شفتوا معنا شنو يجيب لك كارت ناسيونال كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناه شوف تيفي غادي نحاولوا اننا نخرجوا برا ونكملوا معكم هذا الحوار يعني وهذا استقبال الرائع حافله يعني رائعه حافله تليق بفريق اتحاد العاصمه وسط يعني استقبال عارم استقبال كما كتشوفوا معنا مشاهدي انا شوف تيفي فنقلنا لكم يعني كل كبيره وصغيره مباشره هنا من مطار وجده كما كتشوفوا حافله تليق بحجم هذا الفريق كما كتشوفوا معنا مشاهدي قناة شوف تيفي الجماهير المغربية الحمد لله الحمد لله الحمد لله على المسؤولين تاع المغرب من دارك الملكي قوة المساعدة من الأمن الوطني كل شيء حاضر رجال المطافي كل شيء حاضر من الشعب المغربي من الشرطة الوجادة كل شيء حاضرين وتحية خالصة لاتحاد العاصمة اتحاد العاصمة خوتنا احبابنا خوتنا احبابنا اتحاد العاصمة خوتنا احبابنا واتحاد العاصمة مرحبا مرحبا اتحاد العاصمة مرحبا مرحبا السلام عليكم السلام عليكم جينا هنا باش نساندوا النهضة البركانية وان شاء الله يكون الفوز بعيد النهضة البركانية وجينا كنستقبلوا اتحاد العاصمة فريق كبير تبارك الله ونساو ذاك الماضي ذاك السي ميداس حنا كنرجعوا الكازيطة وذاك الناس اللي داروا العراقيل في الجزائر تبارك الله ربي الله يهديهم والله شي كنقول الله يرجع ربي يهديهم السلام عليكم كنرحبوا بالاخوان اتحاد العاصمه مرحبا بكم في البلد الثاني ديالكم والف مرحبا ونتمناو ان شاء الله ما توليوش ديروا بحال هذه المواقف السبيانيه باش نشاهدوا مباراه في المستوى ان شاء الله ونتمناو الخير للجميع وحنا بلد مضياف معروف بالجود والكرم ومرحبا بهم نظن الامور تاع كل شيء راه مفرك شوف من حافله من جماعه من فندق جميل جدا في مدينه السعوديه مرحبا 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 مرحبا